شايفين بقت عامله ازاي، شايفين الحلاوه بتطلع منها ازاي. تعالى اقول لكم ازاي تاكلوا حاجه مسكره جامده جدا جدا. نزلت ستوري كده من فتره، قلت لو انت عايزني اعمل لك حاجه فتكون ايه، فجالي الكومنت ده اللي هو عايزينك تعمل حاجه للطلبه وتكون اكله كده سريعه كده، والنهارده هنعمل حاجه مسكره. فهنيجي بقى الحاجات اللي احنا عايزينها على طول: قرصه بالشمر او قرصه عاديه عادي جدا جدا، دي كانت مكلفاني 2 جنيه بالظبط، وطبق حلاوه وفقط. وتعالوا نشوف هنعمل ايه بيهم. هتقسم كده ايه القرصه نصين، نصين كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنحطهم على النار. احط كده ايه القرصة على النار، وهنجيب الحلاوة نحطها هنا علشان تسيح مع النار. تمام، دي كده الحلاوة تقريبا كانت مكلفاني تقريبا 5 جنيه حاجة زي كده. انت بص، هات اقل حلاوة حرفيا ممكن تجيبها من الراجل، فانت هاتها ب5 جنيه وخلاص. وهناخد حتة حلاوة كده مش ولا بد، يعني حتة كده حلوة كده محترمة، ونحطها هنا، وهنقفل عليهم ده كده، ونحاول كده نبططه علشان السخنية تدخل من جوه بقى ايه الحلاوة يعني، وتسيح بقى والشغل العالي بقى يحصل بقى. عقبال بقى ما تتعمل بقى، عايزك تكتب لي تحت في الكومنت لو انت فعلا اهلاوي، مين اللي كان بيلبس التيشيرت ده باللون ده بالاسم، وكانت سنه كام؟ التيشيرت دي عظيمه جدا جدا وقديمه جدا جدا للنادي الاهلي، فلو انت اهلاوي بقى كده زيي اكتب لي تحت في الكومنت مين اللي كان بيلبس التيشيرت العظمه دي. كده سبتها على النار اهي بقى ده شكلها لحد ما ساحت خالص. تعالوا نقطعها ونشوف شكلها تبقى عامله ازاي. تمام، نقطعها بقى، شايفين بقت عامله ازاي، شايفين الحلاوه بتطلع منها ازاي. ندوق بقى، بسم الله، جامدة جدا جدا، حاجة مسكرة ورخيصة وسهلة جدا جدا، ممكن أي حد يعملها حرفيا. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهاية السنة، بيكو هنقدر على فكرة. تابعني بقى على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وعلى كل حتة حرفيا ممكن تشوفني فيها، وكالعادة دوس يا كوتش. السلام عليكم.